انت مش غرمانه حاجه، كله على حساب تاجي. انا قلت لك 100 مره قومي. وانا كنت ابقى رئيس مجلس اداره، مش يا دوبك حته مدير عام زيك. موت يا ديدي بغيظك، اتفلسي. انت عارفه كويس قوي ان دادي جاب مليون مدير للشركه وكلهم فشلوا، مفيش غير انا الشطوره الوحيده اللي عرفت امشي الشغل. يا موت مش وقت سويدي دلوقتي، يلا غيري هدومك بسرعه وتعالي وصليني. مش معقولة هتسيبيني اتشعبط في الاتوبيس وانا رايحة اقدم على وظيفة جديدة. تستهري من ياما ياما ترجيتك، قلت لك تعالي اشتغلي عندي في الشركة، ما رضيتيش. هي كلمة اشتغلي عندي دي اللي بتجنني منك؟ طب ده احنا في البيت وبتطلعي عليا كتاكيتك السودا، امال في الشغل هتعملي ايه؟ هتطلعي عليا خرفان؟ ماشي ماشي يا ديدي ماشي، بكره تشوفي، بكره تشوفي كتاكيتي ولا كتاكيتك اللي هيبقوا في الاوتوبيس اللي هتتحشر فيه ويقعدوا كده ينقروا في تابلت وينتك يا ديدي. لا والله عندك هنا رايق. ايوه انا نازله عندك هنا. بص عليها يا جدع انت مروح، بص عليها يا جدع، خلي عندك دم انت مروح. تعالوا هنا فاضي، حسبي يا ست. يلا يا ست، الله يخرب بيوتكم. قوليلي يا مدام ديدي، انتي ليكي خبره قبل كده في التريكو؟ امال يا استاذ، انا بقالي حوالي 22 سنه بشتغل تريكو. واشتغلت فين قبل كده يا مدام؟ في البيت. في البيت؟ ايوه يا فندم، انا عملت 120 بلوفر و200 بلوزه و56 شراب. بس شغل البيت ما ينفعش يا مدام، لازم تكوني اشتغلتي في مصانع قبل كده علشان تتحسب لك سنين الخبره. طب ونعمل ايه بس يا ساعه البيت اذا كان جوزي رافض اني اشتغل برا البيت؟ موافقش غير بعد 22 سنه جواز. موافقته ما بقالهاش لزوم، اصل احنا اتطلقنا. اتطلقتوا؟ والله العظيم اما الراجل غبي وحمار صحيح، ازاي يبقى مع واحده بجمالك وحلاوتك ويفرط فيها كده؟ الناس كلها قالت له كده والله، بس يكون في علمك مش هو اللي فرط فيا، انا اللي فرطت فيه. احسن برضه يا مدام، الله ده انت تحمدي ربنا، كفايه عليه 22 سنه جواز من عمر حضرتك. كان بيغير عليا قوي، قعد معايا 22 سنه مش مصدق نفسه انه اتجوزني، وحتى بعد ما طلقني ما بقاش مصدق نفسه انه طلقني. اكيد هيجرى له حاجه في نفوخه اكيد. كان بيغير عليا قوي، جنون الغيرة كان مجننه. تصور حضرتك، كان بيرجع من الشغل بدري مخصوص عشان يشوفني لابسة ايه، بعمل ايه
بتكلم مع ميو. انت جيت؟ لا لسه. يا رشاد حرام عليك، ده انا بقالي 7 أشهر نفسي اقعد معاك 5 دقايق. يا ست هو انا مقطع نفسي في الشغل عشان ايه؟ مش عشانك وعشان بنتك. يا سلام، ليه يعني؟ هو انت لو ما كنتش اتجوزتني كنت بقيت صايع ما بتشتغلش؟ هما 2 ساعة وربع اللي بنامهم كل يوم، خلينا اتهنى عليهم، ما تضيعهمش بمحضر التحقيق بتاعك ده. قوم هنا كلمني. حرام عليك، بنتك بقالها 2 شهر نفسها تقعد معاك. طبعا، ما انت بتنزل وهي نايمه وبترجع وهي نايمه. خليها تبعت لي جوابات على المكتب. يعني بترد على حد قوي. يلا قوم عشان اصورك فيلم فيديو، خلي بنتك تشوفه قبل ما تنسى شكلك. يلا قوم اديني بوز. مش معقول يركب لك ميكروفون في سماعة التليفون عشان يتجسس عليكي، ويفتش في الزبالة عشان يدور على حد غريب داخل الشقة؟ لا ده مش طبيعي. هي ما تمنيت اني ما كنتش حلوة بالشكل ده عشان ما يسيبش شغله ليل ونهار ويقعد لي في البيت. صراحة في دي بقى عنده حق، انا يعني لو مكانه كنت استقل من شغلي واعمل لك شغلتي. متشكرة قوي يا استاذ حميد. ها هستلم الشغل امتى؟ الشغل والله مش عارف اقول لك ايه يا مدام، خبرتك قليله قوي، مش هتسمح لك بمنصب محترم يناسب سنك، وفي نفس الوقت مش ممكن اخليكي تبتدي من الصفر زي اي بنت من اللي واقفين على المكان دول. يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ مفيش فايده ولا ايه؟ مفيش فايده الا اذا فتحتي دماغك مع المدير بتاعك وخليتيه ينبسط منك. ها ومتخلفة وعمرك ما هتلاقي شغلانة محترمة. نو نو نو، تقبي وتغتسي وتطلعيه من تحت تقطيق الارض، ولو ما لقيتهوش تغتسي وما تقبيش. انت لا يمكن تقعدي في الشركة، مش هقعدك ولا دقيقة، فاهمة؟ يا مدام دولي وحياة ربنا. نو 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 نو، حلفان نو، هما 5 دقايق بالعدد وهطلع لك الكارت الاحمر، انا مش هخليكي تعدي بالشارع من اساسه. حاضر حاضر يا مدام. يا شيمان اخبار الجو ايه؟ ملبس بالغيوم والعواصف الشديده، وعلى فكره من المتوقع هبوط الامطار. هو ضاع منها ايه؟ صباع روج. كل ده على صباع روج؟ تخيل، وقرب يخلص كمان. ايه يا امي، فات 3 دقايق، فاضل لك دقيقه وتكتبي استقالتك. فين الروج؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش خلعتك وخلاص؟ اوف. ايوه انت خلعتيني منك، انما ما تقدريش تخلعيني من ابني. ايوه، اتحجج بقى بابنك عشان كل شويه تقفز لي في المكتب. طيب اديني ابني معايا واوعدك ما تشوفيش وشي طول العمر. معاك فين؟ هو انت اساسا عندك حته تنام فيها؟ نام فيها؟ مش عرفك انت؟ ما انت كل اخبارك عندي. بصي يا حسين، انا مش هرجعك بعد ما زنيت على خراب عشك. انا مش عايزك، انا عايز ابني، وبالذوق بالعافيه انا هاخده.
الحمد لله لقيته يا مدام. هو عقلني وفور دمي وسد نفسي. وانا كمان ماليش نفس من الصبح. فين محتويات التلاجة يا امي؟ ما هي قلتلك ماليش نفس من الصبح. انا والدهب ونجيبي يضحكني عليا وسد نفسي. هو انت لسه شفتي حاجة؟ بس عليك يا دولي شمتنا فيها برضو. الله يرحم ايام زمان، ده احنا متخرجين من مدرسة واحدة وكمان اتطلقنا في يوم واحد. باردون؟ معلش يا ديدي، احنا اصحاب بس ما ينفعش كده. تحاسبي بقى على كلامك، انتي اتطلقتي يا امي. بس انا خلعة. لا معلش معلش، انا طلقت بمزاجي يا حبيبتي لما ما قدرتش استحمل غيرته عليا وخيرته. لو ما طلقنيش هقتله يا هقتله، وهو راكع قدامي ركبة ونص بيستعطفني. عشان خاطري يا رشاد، عشان خاطري اسمع كلامي المرة دي. عايزة تشتغل يا درية وتسيب البيت؟ ومين قال لك بس يا حبيبي ان الست اللي بتشتغل بتسيب بيتها؟ هي كل الحكاية 8 ساعات اروح فيهم الشغل بدل ما انا قاعدة لوحدي في البيت اكلم الحيطان. اشغلي نفسك بأي حاجة، افتحي التلفزيون، اقري مجلة، اعملي لك صينية بسبوسة بالقشطة. دول ناس صحاب المصنع، لما شاف الشغل بتاعي كانوا هيتهبلوا. انت كمان رحت مصنع؟ لا مسوغات التعيين. لا مش مسوغات التعيين، مسوغات التعيين بتاعتي اهي. ولو انت وافقت، يعني لو وافقت هستلم الشغل من بكره عشان خاطري توافق. مش موافق. قدامك حل من اتنين، يا اما جوزك وبيتك يا اما المصنع. ايه ده يا امي؟ انت زعلت مكلف اوي يا امي، مش كده؟ تزعلي تاني وانا بضايق روحك. بس انا عايزه اقول لك يعني انت غلطانه يا ديدي، يعني غلطانه انك انت تخيري يا اما تشتغلي يا اما تطلبي الطلاق. انا كمان كنت بتلكك، عايزه اخلص منه من غيرته عليا. وفيها ايه يا ماما لما يغير عليكي؟ مش احسن من حسين اللي عمره ما سمعني كلمه حب واحده؟ تلاقيك انت اللي عمرك ما تديله فرصه يقول لك كلمه حلوه. ابدا بالعكس، ده انا كنت مريحاه على الاخر، ده انا كنت محسساه ان هو الرئيس في البيت، هو كل حاجة في البيت. انا دايما كنت بديله الاحساس ده، ده انا كنت بطبخ له بايديا دول. ها كنت بتقول ايه يا حسين؟ كنت بقول عايز اشتغل يا دول. لا وانا يعني كنت حرمتك من الشغل؟ انا مشغلك عندي في الشركه. ايوه انا نفسي اشتغل مره واحده عند حد غيرك في البيت، انا جوز الست، وفي الشغل انا برضو جوز الست، حتى في النادي كارنيه العضويه مكتوب تحت صورتي جوز الست. الو انا جوز الست؟ لا انا مش جوز الست. الله، وهو انا يا امي اي ست؟ ده انا دولي فايف ستار. وانا كمان حسين، وانا نفسي مره في حياتي احس بذاتي. وبعدين يا حسين، الشامبوره اللي انت عاملها دي هدفها ايه في الاخر؟ اصل يعني انا قدمت على شغل في حته تانية وهستلمه بعد اسبوع. ما شاء الله ما شاء الله، وكل ده من ورايا
عشان يدبح لك سحليه. بس صبرك عليا، انت كمان بترمي البطاطس في وشي؟ تصدق بقى والله لو ما خلصت صينيه البطاطس دي لاكون جراك على المأذون دلوقتي وخليك تخلصها هناك. دلوقتي بس فهمت بحسين اللي كان عامل زي القطه المغمضه يتفرعن عليكي؟ طبعا، ما انت دلعتيه ومرعتيه وبعد كده خلعتيه. ما انا لو كنت سبته اكتر من كده كنت كمان كلتيه. بس يعني اللي انا مستغربه، ما انت كنت ممشيه جوزك على مزاجك وبرضه طلقك. اللي هيفرشني يا دولي ايوه اني طلقت منه عشان اشتغل، لغايه دلوقتي لسه ما اشتغلتش بعد ما ضيع مني فرصه المصنع الاولاني. ما هو انت لو ما اديتنيش كعب السندوتش ده هتضيع على نفسك اكبر فرصه. يعني هتقدري تشغليني في شركه باباكي؟ لا والله طبعا يا امي، الشركه دي بتاعتي انا اعين فيها اللي انا عايزاه، مش هعرف اعين صاحبتي؟ يعني اكتب الطلب؟ اكتب الطلب ايه يا امي؟ انا هخليه هو بنفسه اللي يكتبه وهو بنفسه اللي يمديه. ما هو ما رجعش لغايه دلوقتي ليه بس من سويسرا؟ طبعا زمان بعد ما خلص شغل قعد يدور على عروسه. دادي من ساعه ما ماما انتقلت من رفيق الاعلى ما بقاش في حد في حياته خالص غيري انا. الو، ايوه مين؟ انا لسه خارج من المطار حالا دلوقتي اهو. طبعا يا حياتي جبت لك هديه. ايه تمام؟ ايوه يا حبيبتي، معادنا ان شاء الله من 3 الساعه 7. ها طيب، مع السلامه. سوسو حياتي، الحياه من غيرك ملهاش طعم يا سوسو. ايوه حياتي، لا طبعا المره الجايه ان شاء الله هنكون مع بعض سوا في سويسرا، هنقضي احلى شهر عسل في العالم. ايوه حياتي طبعا، وانا معقول هرجع من سويسرا من غير ما اجيب لك هديه؟ جبت لك هديه، مفيش كده. ايوه حياتي. بقول لك ايه، نتقابل ان شاء الله يوم الاثنين في ميعادنا ان شاء الله الساعه 8 كويس؟ ها يوم الاثنين ما انتش فاضيه؟ طيب الثلاث الساعه 7 كويس الساعه 7 مش بطال. الثلاث الساعه 7 ميعاد ميمي. الثلاث الساعه 7 ميعاد ميمي؟ من مين؟ مين يا عبد الوهاب؟ المهندس اللي حركناه المكنه الجديد. خلاص يا حبيبتي، نتقابل ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 9. ايوه حياتي، عشان اكون خلصت وفضيت. الساعه 9 في نفس المكان. الو؟ ايوه يا توتو. ايوه لا 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 لا، اسكتي، سويسرا ما تسواش حاجه من غيرك. اه طبعا، امال جبت لك هديتك؟ امال ايه؟ مش فاضيه غير يوم الثلاث؟ طيب زي بعض، بس هبقى متاخر شويه. ايوه يعني حوالي الساعه 12 تقريبا. سبع سنين واحدة عرفة شافت لي التسجيل وقالت لي قدامك 7 نقط وتتولدي من جديد. أكيد كانت تقصد إن أنا هتطلق بعد 7 سنين. أنا كمان في واحدة عرفة شافت لي من 20 سنة أيام ما كنت بقضي شهر العسل مع حسين. وقالت لك إيه؟ لا ما قالت ليش أنا، قالت له هو قدامك 20 سنة وغمة هتنزح من على قلبك. أكيد هو، أكيد راجع عشان أرجعه. ياه! هتعملي إيه يا مجنونة؟ يا بنت في إيه؟ ما هو مفيش طريقة غير كده عشان أخلص منه للأبد. اكيد عصام ما هوش هنا عشان واخده لعبه كلها وتلعب بيها.
بابا مع السمع الجوال وراجع يوم الثلاث. هي ايه الحكايه؟ انا مش قادر افهم. يعني هي قبل اسبوع كلها خلصت، ما بقاش فيها غير الثلاث. حلوه حلوه يا عمي، ابوك ده دمه شربات. ماشي يا هبله انت كمان. مين دي؟ دي صاحبتي من ايام المدرسه، ياما تسنكحنا سوا. امال حسين جوزك فين؟ امال هو طلع رحله تبع الجواله هو الاخر؟ لا يا عمي، حسين بح مش هيرجع تاني خالص. بقول لك ايه يا بت، صاحبتك دي عبيطه ولا شكلها كده؟ بالعكس يا دادي، دي شاطره قوي، وخصوصا في التيريكو. هو احنا مش كنا محتاجين حد في قسم التيريكو؟ ما اقول لك ايه، قبل التركو زفت اللي عماله تقولي ده، جوزك حسين فين؟ انتوا اتخانقتوا تاني مع بعض؟ والله يا دادي المأذون عمل اللي عليه الحقيقه، بس انا زرجنت. مأذون؟ هي وصلت المأذون كمان؟ لا بس اطمن، كل شيء خلاص اتحل الحمد لله. امال حسين جوزك فين؟ زمانه بقى بيتسكوى في اي لوكاندا من بتوع وسط البلد دول. ما مش معقولة أبدا يا عمي هيعيشوا مع بعض بعد ما اتطلقوا. إيه؟ طلقوا؟ الكلام ده صحيح؟ الله يا دادي، مش أنا قلت لك كل شيء خلاص اتحل؟ اتحل؟ يعني أنا أسيبك وأسافر سويسرا أقعد شهرين أرجع ألاقيكي متطلقة؟ من فضلك يا دادي، واضح برضو إنك أنت مش فاهم الموضوع صح، أنا مش متطلقة، أنا خلع يا أمي. تفرق كتير أوي اليومين دول. يعني ما كنتش قادر تستنى لغايه ما ارجع وبعدين تطلقي؟ انا اللي وثقت فيكي وقلت بنتي مربيها وافتكرت ان انا مخلف راجل. دادي انت عارف كويس ان انا بمليون راجل. مليون راجل اهبل وعبيط، ضيعتي مستقبلك ومستقبل ابنك وما عملتيش حساب لابوكي. بقول لك ايه، سيبك من الكلام الفاضي العبيط اللي احنا بنحكيه دلوقتي، خلينا في الاهم. اتفضل خد ادي ورقة التعيين بتاع جيجي في قسم التيريكو، اتفضل ام دي. شوفي، لا تعيين ولا ريكو ولا أي شركة ولا أي حاجة قبل ما تصالحي جوزك. إيه ده؟ من فضلك يا دادي، أنا المدير العام ومن حقي إن أنا أعين اللي أنا عاوزاه. أنت مدير العام؟ أنا اللي عينتك، وأنا دلوقتي اللي برفدك. بترفدني؟ علشان خلعت حسين؟ لا والله. امال بقى لو كنت قتلته كنت عملت فيا ايه؟ عمي ارجوك يا عمي، ارجوك تعقل كده وتتوزن وما تاخدش قرارات سريعه ترجع تندم عليها يا عمي. بقول لك ايه، انت كنت خالص ما تفتحيش بقك، انت اكيد اللي خليتيها تتطلع من جوزها. لا 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 والله، احنا اتقابلنا عند نفس المأذون بالصدفه. مأذون؟ لو انت كمان خلعتي جوزك. لا لا من فضلك يا دادي تخلي بالك. معلش يا ديدي انت صاحبتي بس تفرق كتير، هي متطلقه لكن انا خلعه يا امي. بقول لك ايه، بلا خلعه بلا قلعه بلا لبسه. بقول لك ايه، هاتي مفتاح العربيه، مفتاح الشركه حالا. ايه ده بتقول ايه يا ديدي؟ بقول اللي سمعتيه، استقويتي على جوزي بفلوسي وبشركتي من هنا ورايح، لا فلوس ولا شركه ولا عربيه كمان الا لما تصالحي جوزك وترجعيه تاني. وانا يا اختي تلاقي رجعنا نتسنكح تاني سوا. الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.